نفسي أكيد، عبر البرمجة، عبر التأملات، عبر تنظيفات. دائما الورقة والقلم تلعب دور أنها تنظف لك المشاعر السلبية. يعني تكتبي كل المشاعر السلبية. البكاء يوميا، البكاء يكون يوميا. أنا دائما ننصح به الناس البكاء، حتى المرضى تاعي نقول لهم ابكوا يوميا، فرغوا المشاعر السلبيه، ما تخلوش مخزنه. يمكن الرجال يعاني من هذا المشكل، يقول لك انا ما نبكيش باسكو انا راجل ما نقدرش نبكي. لا لا لا، حاليا الرجل يبكي، انا عندي في جلسات رجال يبكون ويفرغوا جميع المشاعر. هما يعني انسان، يعني كائن حي، هو انسان ومليء بالمشاعر، مليء بالاحاسيس، مليء بالاضطرابات هذو اليوميه اللي رانا نعيشوهم. ما تقدريش تقولي الانسان قعد متجمد، هذاك اللي متجمد هو اللي بعد الوقت راح يمرض عضويا، يبدا الاعضاء تاعو تمرض.